السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكل هذا دردشة الصباح، غرات الصباح في الباركون. فإلا عجبتكم فغنبارطاجيوها باش تشوف. باش هادشي إلا كان زوين يسيركيلي، ما كانش زوين نحيدوه. نحيدو معلومة نديرو بها الحاجة اللي فاسدة، معلومة نديرو بها. تسنطو الماء هو أفضل. الدردشة ديال هاد الصباح هذا وهو علاقة رقصة جمهور الرجاء مع المكونات ديال المجتمع المغربي. فعلاقة ديال جمهور الرجاء رقص بواحد الصورة رائعة اللي بهرت ملايين، مش آلاف، ملايين. جمهور يوصل يرقص على نغمات الألم بواحد الطريقة رائعة، وعطى واحد الصورة جميلة. فكيفاش يوقع يا إخوان هاد الناس هادو بالمفاهمة ديالهم وأكورداو لي ديابازون ديالهم سو لو ميم أكور باش يرقصو رقصة الألم؟ كيفاش هاد الناس هادو ميأكورداوش لي ديابازون ديالهم ورقصو الرقصة ديال المفاهمة؟ يمكنهم عيبو. فإلا فهمو، إلا لاسوسيتي فهمات أشنو هي نغمات ديال المفاهمة، فين كلها ترقص هذيك الرقصة هذي. فشوفوا رقصة الألم اللي ظهرت العالم، كانت جميلة، كانت جميلة اللي ظهرت العالم. كيفاش غادي تكون هذيك الرقصة ديال رقصة المفاهمة، رقصة يعني الإنسانية ديال الإنسان المغربي؟ كيفاش غتكون؟ تصوروا كيفاش غتكون. عندها واحد هو اللي كيسيرها، واحد اللي تفاهم معاه وتفاهموا معاه وعرفوا علاش هما تما وعرف علاش هو تما. فالآهات ديال الجمهور ديال الرجاء كتعبر على أنهم غاديين على نغمة وحدة. في الوقت اللي كينوضو يرقصو كيرقصو رقصة وحدة، ورقصو لنا وبالتالي إيزون إكزيكيتي هاديك لا دونس ديال الألم بواحد الشكل رائع. وأسالت استهوات ومنجابات الصحافة لها. فإلى هذا عندهم واحد الشيف دوركستر، ما كاينينش لي شو شيف دوركستر، لأنك كانوا لي شو لي سو شيف دوركستر كان غيكون ما غيكونش ديك الرقصة الطابلو ديالها ما يكونش هوموجين، يكون هادوك يكون عندي كراج لأن تبعو الشيف ديالهم، لأن الشيف ديالهم ساه واحد الوقت وعيطهم فوس نوت، واحد المجموعة أخرى ربما غتسبق لأن ما حافظاش السولفيج، وتولي بالتالي واحد الرقصة اللي ما غيبغيها حتى شي واحد ديزاغريال. ولكن هادوك الناس بينو بأن بإمكانهم يؤديو رقصات. فإذا فهموا المغاربة بحال ديك الفهمة بحال ديك القراية اللي قرا الجمهور ديال الرجاء وبالقائد ديالهم، فكنظن أنا بأننا غادي نرقصو الرقصة ديال المفاهمة، وبالتالي غيولي هذاك الشاب دوركستر عارف علاش هو تما باش يقيدينا، وحنا عارفين الوجه ديالنا باش نجاوبو معاه. هنا غيبان الشيف دوركستر، لأن حنا مجموعة رقاصين كنعشقو الرقص، فغيبان لينا إلا صالح لينا نشافكم الشيف دوركستر، وراه غيبان، غيبان ماشي مستوى ديال يكون الشيف دوركستر، فغادي نزيحوه ونديرو أنوطا شيف دوركستر، ماشي دابا،
2700 شهر وكان كاين مطورين اللي كيستغلوا هذيك الفرصه باش تكون هذيك لا سيمفوني ديك ديزاغري هادي اذكر مثال السيد بدو الزاكي من جا المنتخب بدا كيرقص للغربة الرقصة ديال العشق ديال كرة القدم بدا كيجمعهم وقبل المطورين والبوندي حيدوه لأن غيجمع لهم هذيك الرونة ويخلق لهم مشكل في الدين حيدوه لهم الحاكم اللي كاين دابا هو مجبر باش يخضع وإلا غيخسروا لي السيمفونية في مرة الو هادوك الناس اللي كتخدع اللي كتكون هذاك الاوركسترا ستفهم فوق هادي من انشاف الاوركسترا واحد شو با فرومالوكيا انا بديكم في الفيديو نشنو من تعبد على حد من تعبد علي حد يحترم الاخر يحترم الاخر من الاحزاب ديال البرديه لا وبهذا الكمال بهذا التتمة ديال رقصة ديال الجمهور ديال الرجاء اللي هي تعبيرية وكتعبر على أن باستطاعة المحكومين في هذيك البلاد باستطاعتهم يأكورديو لي ديابازون ديالهم ويتبعو الشاف الأوركسترا وبالتالي غتكون واحد الرقصة رائعة للعالم نشوفو هاي الرقصة اللي على نغمات الألم كيفاش كانت باش عرف العالم ونشوفوا الرقصة الأخرى كيفاش عرف فغتكونوا مثال ديال الناس اللي فهمات سكوتش كان شاف دوركستر وأن شاف دوركستر اللي فهم أشنو هو الأوركستر ما خصناش بزاف ما خصناش انترميديير بين لي ميزيسيان و بين لي شاف دوركستر حنا منديرو بيهم نقدر خصنا نحاولو نساهمو السلام عليكم اخوان عندي واحد القطة بغات تخرج هنايا خصها تخرج للبالكون السلام عليكم و اسوديكم الله و نتمنى ان شاء الله تروحكم هادي و تبارطاجيوها سينو غتحطوها دو كوتي السلام عليكم اخوان